خوتي الاعزاء، السلام عليكم. معكم الشيف عبد البسيط. ان شاء الله غادي نشوفوا طريقه التحضير ديال هاد لاباط فيتي، يعني العجينه المورقه ديال الميلفاي. هذه خاص الميلفاي، ولكن لو بغيتوا تخدموا بها مثلا السدره، ولا تعملوا بها الباندات، ولا تعملوا يعني جالوزي، ولا مثلا بحال هكذا، ولا الفيلتاج عادي، ولا لي شوسون، اي حاجه يمكن لكم تعملوها بهاد العجينه هذه. يعني هاد لاباط هذه كتطلع رائعه، وتشوفوا ان شاء الله الطريقه ديال التحضير، يعني ما فيها حتى شي حاجه ديال الغموضات ولا شي حاجه اللي ما بايناش، يعني كل شيء باين وواضح. وهنايا ان شاء الله كما كتلاحظوا عندي هنا كيلو ديال الدقيق، وعندي الزيت، وعندي الملح، وعندي الزبده. يعني هاد الشيء اللي كتاخد هاد لاباط هذه مع الماء. هنايا هاد الزبده عندي، هنايا عندي كيلو، عندي جوج علب، جوج باكيات ديال الزبده، كل وحده فيها 500 غرام. وهنايا كيلو ديال الدقيق، هنايا كيلو ديال الدقيق، يعني مع الاخر ملي كنعجنوه كيعطينا تقريبا جوج كيلو ديال العجين. هذيك جوج كيلو ديال العجين كنعملوا ليها كيلو ديال الزبده. كيلو الا بغيتوها تجي فتيه مزيان، تعملوا ليها كيلو وواحد شويه، يعني واحد 100 غرام، ولا تزيدوها ولا 125 غرام، المهم شحال ما بغيتوا تزيدوا في هاد لاباط، يعني من الزبده راه كتجي فتيه. هنايا كنخلطوا العجين ديالنا، كيلو ديال الدقيق، 20 غرام ديال الملح، وعندي 200 غرام ديال الزيت. يعني هذا راه ماشي كاس ديال العنبه، كاس كبير على ديال العنبه كما كتلاحظوا. هنايا كنخلطوا العجين ديالنا. هنايا ما خصناش يعني انا عملت لكم هنايا الخدمه باليد، انا عندي الماكينه، ولكن هنا ما خدمتش بالماكينه، انا خدمت باليد. هنايا باش اللي ما عندهاش الماكينه يعني تخدمها غير باليد. هنايا العجينه خصنا غير نجمعوها. هنايا غادي تدي لكم واحد تقريبا واحد 3 الكيسان ديال الماء، حتى على حسب الدقيق كاين اللي كيشرب. المهم غادي العجينه كيخصها ما تكونش مطلوقه وما تكونش قاسحه بزاف. وإلا كان عندكم تلقوها بلامينوار، يعني بالماكينه، تعملوها قاسحه ماشي مشكل. شحال ما كتعملوها قاسحه هي كتجي فتيه مزيان. وهنايا كما كتلاحظوا العجينه ديالي هي صافي، غير خلطتها يعني غير جمعتها، ما خصناش ندلكوها. هنا كنجيبوا هنايا الميزان كما كتلاحظوا، هنا كنشعلوا الميزان. ان شاء الله غادي نشوفوا الميزان يعني قدامكم. هنايا الزيرو، انتما يعني جوج كيلو تقريبا قل 100 غرام، يعني شتوا يعني قدامكم. هنايا جوج كيلو ديال العجينه كنعملوا ليها كيلو ديال الزبده، ولا كيلو وربع اللي بغيتو نتوما، على حسب الفتوى اللي تحبوها. انا يعني كما كتلاحظوا يعني كيلو و 900 كنعمل ليها جوج باكيات، يعني 500 غرام، هي كيلو ديال الزبده. والزبده هنا الا كانت مثلا هنا في المغرب، غادي تعملوا هاد الزبده ديال البونه اللي شفتوا دابا، هذه كتكون ناشفه ما فيهاش ليدام. شفتوا العجينه، يعني العجينه انا عملتها مطلوقه، يعني على حسب البعض كتجيهم العجينه قاسحه، ما انا كنعمل العجينه ديالي كتكون قاسحه بزاف. وهنايا هنايا بالطريقه اللي كنخدم هنايا، علاش هنايا ملي كنعمل العجينه قاسحه، يعني كنعمل بزاف، لا كونتيتي كبيره، كنعمل مثلا خمسه ديال لي باطو بحال هكذا، ولا سته، ولا عشره مثلا، وكنخرج منهم بزاف ديال الحاجات، يعني الميلفاي، في السدره، الفيلتاج، بزاف الاشكال ديال لي صاليات الفيلتاج كاملين. هنايا كما كتلاحظوا عملنا التوره الاولى، يعني هنايا دائما تبقى تشوفوا الطريقه ديال التطليق. هانتوما كيفاش كنطلق العجينه، كتمشي سهله. هنا الا عملنا العجينه قاسحه وغادي نطلقوها باليد، راه غادي تجي صعيبه بزاف.
هنا اللهم غادي نطلقوا شويه العجينه بحال هكا كما شفتوا. الا كان عندكم لامينوار غادي تعملوا العجينه تكون قاسحه، تكون شاده شويه راسها مزيان، ما تعملوا ليها جوج تورات كتحطوها تعطوا تاخذوا الباطو خور تعملوا له جوج تورات كتمشي معاهم كاملين هكذاك جوج جوج جوج، وكتولي عاوتاني مع الاخرين جوج 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 حتى كنساليو كميه ديال العجينه كامله. الا كانت عندكم غير وحده بحال هكا كتعملوا شويه العجينه مطلوقه، يعني هذه كتطلع الورقه رائعه. يعني راه شفتوا الورقه عندي في الصفحه وفي القناه ديال اليوتيوب، يعني كما شفتوها هنايا، هنايا عملت هنايا فيها 6 ديال الليتور بنفس الطريقه اللي شفتوا، يعني ما كاينش شي حاجه يعني ما غامضه ولا شي حاجه ما بيناش ولا شي حاجه. هنايا هنا كنوقف غير على حسب باش ملي كنطلق العجينه، يعني راه بنفس الطريقه اللي شفتوا، التوره الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه السته، هذه ديال الملفي. ولا كان عندنا ديال فيلتاج غادي نعملوا غير 5 ديال الليتور. هانتوما شوفوا كيفاش كتجي، يعني العجينه كتجي بحال هكذا هنايا، وتعملوا بها اللي بغيتوا. هنايا انا عملت هذه العجينه باش نوريكم الطريقه ديالها، وكنتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم هذه الحلقه هذه، وما تنساونيش بلي لايك ديالكم الله يجزيكم بخير، شويه ديال التفاعل الله يجزيكم بخير. راه الفيسبوك كيصيفط لي الرسائل، يعني كيصيفط لي كيقول لي راه يعني الجمهور يعني المتابعين ديالك راه ما كيتفاعلوش مع الفيديوهات. هنايا مازال غادي نصور هذيك المقاله وغادي نوريها لكم ان شاء الله. هنا الله يجزيكم بخير، تبقاو تفاعلوا مع الفيديوهات غير بجيم بجيم لايك الله يجزيكم بخير. ما عجبكش الفيديو اعمل ديزلايك، راه كاين ديزلايك وكاين لايك. وشكرا لكم على حسن المتابعه والى اللقاء.